23 صالح الشهري 11 والكابي اخضرنا بين قوسين بست نقاط. هنا لدينا متعه من سعود تمرر الى صالح وصلت لدى كنو عرضيه للاول هذه التمريره كره جميله ومحاوله وسالم والكره الله يا تيمو التي بدات تشعر بان الهدف الاول قد اقترب. الكره الثانيه بلهي ضمن هذه المجموعه قد انتصر على باكستان بثلاثيه لكن سعود عبد الحميد الله ركله جزاء اراها كذلك وطرد يا تقي. لدينا راسيه الان عادت لسالم بالمهاره الفرديه بالعمل الله لا يحتاج لمزيد هم على السريع خذاهم. نعم انظر 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 يدوب 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 عدى من واحد صلحها اليمنى وضعها اليمنى خذوا هات الكره التي لا زالت لا هذه كره الله بالعقل ولا بالقوه بالعقل يا حتى الكره انظر الى التسديد الله الله لا ما سجلها والله خليني اشوف لا بابا ايوه في بار هذه كره الان خطيره موجوده وكره محاوله موجوده سعود يتدخل سعود راح سعود خلوها يا سعود حاضره كره تبقى للامام التدخل الذي ياتي سعود حاسب يا سعود وكره الى خارج ارضيه الملعب ركله مرمى وصافره محمد تقي عليها ان تاتي الان كره وصلت وصافرة النهاية مشاهدينا متابعينا.